الأصل الثاني، السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك، ما دينك؟ ما لندا إيمانغال عندنا هرما لندا تنقلك قبرما كون دين ماك. تقول الإسلام ديني. إن يكون دين الإسلام دين أنكن. يقول لك هل أنت مسلم؟ لا نعم إني أن كأجلده. تقول نعم أنا مسلم. ما هو الإسلام؟ إن هي منكم يجلده. جون كل أن دينه الإسلام. الإسلام لابد فيه في تعريف الإسلام من أشياء ثلاثة. تقول هو الاستسلام لله بالتوحيد. أن تسلم لله، تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية أسماء الصفات. جون عندك الإسلام نون نبي نأم بيجي منافير الإسلام نأم بيجي تاتي. أرنون كجب بلا نقول الله سبحانه وتعالى نون التوحيد تاتي يفكرن دون وانما كان كغوتو أن تبرو كان كغوتو هندي الدول كان كغوداني إلا مو يكجمع صفاتي تيمودي. نعم. والانقياد له بالطاعة. مسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. لا يمكن أن تأتي لمسلم تقول له صلي يقول لا أصلي. مسلم لابد تصلي. وأنت وندتو إنكم جب بلي كتوم أو إنه مي وات كبي أوتي غونغ أنتم ويانكنا أن الله سبحانه وتعالى يمي رجله استأوني أوتي كنا ما كوا جولا كوبي جولا كوبي جولي ترى إنه جولا استأوني أوتي جولا هرايونا أو جولا. والبراءة من الشرك وأهله. المسلم لابد يبرأ من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح ويتميز عن المشركين. كونون قد استأوني إنه في إيجوني جبلناك الله سبحانه وتعالى أدوفتي كمو هنكو بيتون جولون وقتو إمور دي بشيركو بين فيو إمور دي تري ماكونين كونغول ماكونين إبرنا ماكونين فو وقتو يم بشيركو بين الدين مراتب ثلاثة. الدين درجات ثلاثة. ديننا نمري درجات تاتي. المرتبة الأولى الإسلام. مانا درجة رانون ونهون إسلام ونجيب بلاغول. المرتبة الثانية أعلى من الإسلام الإيمان. ما المرتبة الأولى أنو مرتور الجيب لقونغول وني قم إنغول. المرتبة الثالثة الإحسان. ما أنا مرتبة تموهم وني مؤينغول. أركان الإسلام خمسة. ما أنا توغال الإسلام لنكو الجوي. أركان الإيمان ستة. ما أنا توغال قم إنغول كو الجيغو. الإحسان ركن واحد. ما أنا مؤينغول ننكو توغال القوتل. إذن هذا هو الإسلام ومراتب الدين الثلاثة والله أعلم. تنو وني مانا تقال الإسلام وني درجات الإسلام انتاتي نوفو